سناء، انتي واقفه بقالك كتير؟ جوايا كلام كتير قوي ومش لاقي حد غيرك اتكلم معاه. طب تعالي ادخلي. بس انت شكلك كنت خارجه. يا ستي انت اهم، تعالي. ده انا مبسوطه قوي اني شفتك. انا وانت همنا واحد. احنا بقى لازم ننسى همومنا دي بقى ونبتدي من جديد. يعني انت قدرتي تنسي عاصم؟ عاصم هو اللي نسيني. بالورقه دي خلاص انا بقيت حر. عاصم طلقك؟ عاصم فتح لي باب الزنزانه اللي دخلتها باختياري. كده تبقى مشكلتي كبرت ما صغرتش. مشكلتك جواك يا سناء وانت لازم تحليها. كده هتروحي تتجوزي زيزو وضيع انا. يا ستي افهمي، انا لا هتجوز زيزو ولا غيره، ولو عايزاني انا اروح اكلمه هكلمه. اه والنبي صحيح. طب كلميه. هو انا مش عايزه اتجوزه علشان انا عايزه اتجوزه، انا عايزه اتجوزه علشان انا حاسه اني ضعيفه، حاسه اني عايزه اترمي في حضن امي واعيط، بس خايفه تقول عليا مجنونه. يا ستي افهمي، مفيش حضن هيداويكي غير حضنك، ولا ايد هتطبطب عليكي الا ايدك انت. افهمي بقى. كلمي والنبي كلمي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وانت قاعد مستحمل كل ده ليه يا ابني؟ انزل، مش قادر على ده كله. انزل يا حبيبي، انزل. لما تنزل انا هتصرف. اللي تشوفه يا ابني، اللي تشوفه. هقول لك ايه؟ مع السلامه. مع السلامه يا ابني. ماله صالح يا بابا؟ اخوك تعبان قوي هناك، كفيل مطلع عينه، عايزني ابعت له فلوس. منين بس يا بابا؟ انت عارف ايراد المكتبه بقى ازاي الاول، الدنيا اتغيرت. انت بس لو تسمع كلامي تغير المكتبه. غير المكتبه؟ اعمل ايه يعني؟ محل فول وطعميه؟ انا بنتي طول عمري بشتغل الشغلانه دي، طول عمري ما بين الكتب والكراريس والكشاكيل، ما اعرفش اشتغل شغلانه ثانيه خالص. انا ما قلتش كده يعني، بس لو فرضنا يعني ان احنا قلبنا المكتبه صيدليه، ممكن تجيب ايراد احسن من كده، خصوصا يعني ان المكتبه في مكان حلو في شارع عبد العزيز. وانت بقى ترتاح يا بابا. ارتاح؟ قعد في البيت يعني؟ انا لو قعدت في البيت يوم واحد اموت. بعد الشر ما تقولش كده، ده الخير والبركه. ايه الجواب اللي معاك ده؟ دي قسيمة الطلاق. ضايقش نفسك، انا كده تمام مبسوطة الحمد لله. انا هروح الاجزخانة اللي كنت شغالة فيها قبل كده علشان ليا فلوس هناك، وبعدين عندي مشوار كده هخلصه واجي على طول. لبنى، أنا مش عايزك اليومين دول تخرجي وتطلعي كتير، فهماني طبعا؟ فهماك يا بابا، بس ما تخافش عليا، أنا بميت راجل، أنا بنتك. أنا عارف، متأكد كمان. ربنا يحفظك يا بنتي. يلا مع السلامة. بصلي كده ليه؟ كأنك أول مرة تشوفني. صدقيني لو قلتلك إن حاسس بجد إن أول مرة أشوفك. شكلي اتغير قوي كده؟ حاسس إن في حاجة اتغيرت بس لسه بحاول أجمعها. مبروك، سمعت إن أنت بقى عندك قرية سياحية. قريتين ومكتب تسويق عقاري. مبسوط يا زيزو؟ مش فاهم.
يعني بقى عندك فلوس وبزنس، حققت اللي انت كنت بتحلم بيه؟ ولسه في حاجات كتير لسه ما حققتهاش. وانتي مبسوطة؟ مش عارفة بس مرتاحة، عايزة أبدأ من أول جديد. وهتعملي إيه؟ بفكر أقلب مكتبة أبويا صيدلية. كويس، بس هتجيب الفلوس منين؟ مفكرتش لسه. أنت ناوي تعمل إيه؟ أنا عايز أمشي. معلش أنا افتكرت مصلحة كده لازم أعملها. يا شاب رحت جدع. طب بقول لك اول ما يجي لك يبقى اديني مستايه واستنوني قدام معرض الشرشاب. ها سلام. تعالى يا ام واقفه كده ليه؟ انت بتعملي ايه؟ ابدا، بغسل هدمتين لعبد الرحيم. الله الله الله، ايه الشياكه دي كلها؟ على فين بقى بالشياكه دي كلها؟ رايح اتجوز يا ام. يا ولد بطل هزار، ريح يا لبنى، بدل نويت. ربنا يكرمك ويسعدك يا ابني. عايزين اتجوزها يا امه. انت بتعاندني ولا بتعاند نفسك؟ مش دي اللي كنت هتطخ عشانها زمان ولا ما كانش حب؟ حتى بعد ما اتطلقت من عاصم. بقول لك ايه؟ اسمع كلام امك، تعالى انا وانت نروح نطلبها من ابوها، المره دي بقى مش هيقدر يكح وهي تتمنى. انا رايح اتجوز يا امه. بس مش لبنى. يا لهوي، مش لبنى؟ امال مين؟ مين؟ انا مش عايز اوجع دماغك بالحوارات دي يا اما، هي غلطه كده يعني، غلطه وانا بلمها. غلطه؟ ومين بقى الغلطه دي ان شاء الله؟ سناء. يا لهوي يا لهوي، يعني سناء تسيب الدنيا دي كلها وما تلاقيش غير ديك؟ نسيت اللي حصل لابوك زمان؟ نسيت مراتك اجيال كانت هتطخ بالنار عشانك؟ لا بقول لك ايه، بقول لك ايه يا ابني، كله الا دي، ولا عايز تقهرني؟ جري يا اما بقى. لا لا يا عبد العزيز. يا اما افهميني، افهميني. افهم. انا داخل على الانتخابات ودي غلطه، هتعمل لي شوشره وهتحرمني من دخول المجلس، اعمل ايه بقى؟ انتخابات ايه؟ واحنا خدنا ايه من الانتخابات دي؟ واحنا نرفق ايه في الانتخابات ديت؟ الا دي يا ابني. لا يا ابني، صلى على النبي بقى يا اما. انت ناوي بقى تموتني مقهوره؟ لا ناوي تموتني مقهوره؟ معاش ولا كان اللي موتك مقهوره كده برضه هون عليك تنكدي عليا يعني يا ماما؟ انا مخنوق ومتضايق وفيا اللي مكفيني، ينفع يعني؟ خلاص ناوي تسيبنا لوحدينا يا ابني؟ تعالى ما لناش غيرك يا ابني. لا ما انا هجيبها تعيش معانا هنا كمان. بقول لك ايه، انا لا طايقاها ولا طايقه اشوف خليتها، حرام عليك يا ابني. استني لا يا باشا، لا يا باشا، كله تمام، انا جاهز. لا اجيب المأذون وجاي على طول. ربنا يخليك. سلام. اتفضل 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 اتفضل. لا عواطف ايه ده؟ بدل ما تتقالي دعوه حلوه كده من قلبك. ده عيالك يا ابني، ربنا يسعدك. سلام. ربنا يسعدك يا ابني ويبعد عنك كل شيء راضي. مبروك يا عبد العزيز. على المكتب ولا على الجواز؟ انا جاي اسالك سؤال وهمشي اول ما اعرف رد. اتفضلي. ليه؟ يعني بيتهيألي انها حاجه تخصني يعني، مش كده؟ احنا هنلف وندور على بعض؟ حسستنيش اني غلطت اني جيت لك. هو انت كنت جايه ليه اساسا يعني؟ عشان في حته جوايا لسه بتدور لك على عذر وانا عايزه اسكتها. قول اي عذر، قول اي حاجه وانا هصدقك. انا مش هكدب عليك
عارفة ساعة ما قابلتك حسيت إني ما لقيتكيش، لقيت حد تاني. كل ما ابص في عينيه ما لاقيش حب، لا بلاقي عصب. ما انت كنت عارف لما جيت قابلتني. انا ما اتجوزتش في السر يعني، مش ذنبي اني اتجوزت عصب، وانت كنت السبب. لا ما هو دلوقتي يعني احنا مش في وقت ندور فيه على ذنوب بعض. خلاص نسيت، انسيني زي ما انا نسيتك. ولو عايزه نبقى اصحاب يعني او نبقى مع بعض، تعالي اشتغلي معايا في المحمل، ايه رايك؟ هي دي اخرتها؟ عايز نشتغل عندك؟ لا هو شغل عيب، ما انا اشتغلت عند ابوكي زمان. تيزو انا لسه بحبك، انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟ ممكن تهدي شوية؟ خلينا في المهم، أنا ممكن أفتح لك المكتبة الصيدلية، إيه رأيك؟ تعملش زي العيال الصغيرة وتحاول يعني تثبت لي إنك بقيت قوي وكبير وكده يعني. أنا مش مضطر أثبت لك حاجة. كده تمام. الحتة اللي كانت بتدور لك على سبب سكتت خلاص. أنا ماشي. اشتركوا الآن في قناة شوف الدراما الثالثة ليصلكم كل جديد.